كره وركسين كسره ده برامج كانن وغا دور ده اكس سوق بنو ربحنا الدبلوماسيه ده عالم قد على كاستا صاحب بدا قيمه بدن ب 40 تن وحن كسو كوبي دونا ربحنا دي اوغت بي حيسه ده اي كدخلوسن اسرائيل اي ايران كفغو ارز وزراء اسرائيل او كوغو جيتو دغال بلادن ايران اي سو بدك تفرين اي ودرت مرايكا ان اي كا ارغدن دونتا اسرائيل اي جواب لان فيلانا او كتيم مرايكا هدا دونتان كار غوستا اسرائيل لكن كفوغادا إن أنا قاعد نورتان وديار قرب جمهورية الإسلامية دلك إيران إياه شكتين إن ورقات قدرت مريكا وقد ديسو إن لو دح جيدين تبين كرز وزراء إسرائيل بيه من نتياهو سدو شاكي سركال سراء وقدر سن مدحتو يدا إي إيران جمهورية الإسلامية إيران إياه فرين قدرت مريكا وقد ديكتي إن هوقانك مريكا أن لو جيدين تبين كرز وزراء إسرائيل بيه من نتياهو أنا وشاكني كفوغو سياسة وحيالو كوسو قارن سوى كجواب يمرايكو حوي ديست إيران إن سنبرت الماميات سن تنامي لتريك مرايكك قبلك محمد جمشادي كوحيان كمدح شغالها أرمان سياسة دي مدح تويد إيران إيه جمعيه كوشاكي بوكيس أكيس سيدة إيران أي سفا قراء وشاكتاي وعنو كان لفرين إياقا أفياكو سراد أرمان دبت مرايك إيه كسوحيكتاي وربين دا مرايك سيانان مروح لقوي ديي إن ديقنين أكادمي إيران سوغا راعي وارك سفارادا وحالو أركا وار لقو قادي دالك أي متشو ورغدان إياد ميكاد مركي إزرايل أي وررتاي قزولاد دا إيران أي مقلاد دمشخ يادو ولي أي تاقان تهي لولد سيد ملتاريك أي كسوع دا إيران ويكوان جبتي إنيك أرقودان دونتو جمعي إيه شالي إيد مضا إلا لدك عانك دالك إيران أي بلابي لولد سيد ملتاري وادو بلالن يادو دين عاكلا أي قبل كسوع دين كودهان مدهراتية دا إيلو قوتا غير يومان دا قدس كرمرياشون وحيسكورا عين إن وارك إسرائيل إكو قادة سفرات دا إيران إيه دمشق إسكو تاكو قدن بي أوها إن إسرائيل إيه دونسي إن مريك إكو جيدو دقال توسا أو إيرانا كادب عداد إسكسيو كرليا وإي موغطو كالفوغان شام مريك كي سيدوك لإسرائيل لن عقل مريك إيه شاقي إن إيران أو دري فريون أو كغاد البنيو إن إيسان بيكسان سلقيادة إيه عدمد مريك كو قبلك سيو كان لي شرش رايد او قبطي افيانك واحد ارمان دبد مرايكك ميلر ايا حسي ان فريد للوشاق مرايكك انو سبكو لغل هين تغيمي اكدعي سفراد ايران اي مقلادة دمشق اسلام رهان تانا مرايك وقدل بنيو ايران اني كفو قاتو لدغا قيد ملتاريك اي كردسي اني كوه رتو تنا ملتاريك مرايك قبل كباريك دحا وعنو سعاد وشاق لي ايران انتا انا نوحلو كل هين ويركني مانان اوغين وعصابي واركني اي سيدو كلا يدي سركال كدس وزارد ارمان دبادة مرايكك ايران اي مرايك متكود نمشيقن سيدا فريماني اي سوق قارسيين لن عاكلا ايران اي الله اركي ان وارك اي كو قادة اسرائيل سفرد ايران اي دمشق اي وقصو بحضاي سيابا اي وقو ارقو سنكرتو اسرائيل سركيش اي ايران وعي عرب كواد كيين ان ودو كحاق اولي اي ان جواب ادق او كبحيو دنبيادة اي اسرائيل لن عاكلا وزيرك ارمان دبادة دلك ايران حسين امر عبد الله وعشاقي انتا قرد اقوين اسرائيل امرايك اي تاي انو كتشواب ورك ارقق حسو ايكو حد قد بيد ما واجباتك ايهوشي سيد عالمك تندو حاوبالا ان مرقاتك نغندون تبربورينتا اي مامولك اسرائيل ايو المدحونا دلك ايران رئيسي جمعيه مدحونا دلك ايران حوكم هاد علي شعبك ايران انتا بنا بحيادة بلادان اي سكو صوبحان مانتا عالمك قدس قدهان دلك ايران سكو شاقي ان عالم كورداني ay ka soo horjeedaan gabad fallada ee maamulka Israa'il ay rahubaal tahay inuu ku dhamaan doono baabiinta taliska munaasabadda lagu taageeray Falastiin oo lagu qabtay maalinta Jimcaha ugu dambeysay ee bisha Rabadaan gudahan dalka Iran iyo bariga dhexe iyadoo laga duulayo baaqa aasaasiga ah ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iran Khomeini waxaan u mahadcelinayaa tirada badan ee Iraaniinta ee isugu soo baxay si fariin ay ugu diraan islaweynida ee caalamka ee dulmiga ku dhisan in uga hor yimaadaan dilida caruurta iyo sidoo kale burburinta ee dadka shacabka iyo sidoo kale madaxweynaha Iran dhaqdhaqaaqa caalamiga ayaa hubaal ah inuu ka dhalan doono natiijo weyn dadka adduunkuna waxay marqaati u noqon doonaan xaqiiqada balanqaadka ee rabaaniga ee dhabta ee baabinta nidaamka ee sahnuniyadda iyo sidoo kale madaxweynaha Iran sida ku warantay warbaahinta Mareykanka ee CNN Mareykanku wuxuu ku jiraa heegan sare waxaana si firfircoon isugu diyaarinaya
ورك مهم كا كاسو كايمان كرا اسلا تدبات كسو سعودا تلك ايران او لغو برتلمامات سنايو حانتدا اسرائيل اما مرايقا كا اي قبل كسيلوغا جوابو ورد اسرائيل اي سنينتا اي كو قادي سفراد ايران اي مقلاد دمشق سراكيشا سرسرا اي مرايقو حيد امسيهن ان ورك ايران او يهي لمهوران اركتدا اي وداقان لغو دا اسرائيل اي ودا سركال سراء مرايقنا way soo xigtay warbaahinta Mareykanka CNN labada cadaw ee si cadal uga shaqeynaya sidii ay u heli lahaayeen muqfiyada kor waa iman kara Iran waxa uu jaysatay sidii taageero ay ugu heli lahayd qodaha waaweyn oo ay ka mid yihiin Shiinaha iyo Ruushka iyo sidoo kale wadamada kale ee Islaamka halka dhinaca kale Israa'il ay dadaal ugu jirto si Mareykanka ay ugu hesho taageero sorta galmada weerar uga yimaada dalka Iran iyada ay saadaalinayaan in weerarka Iran uu dhici karo siyaabo kala duwan sida weerarida hantida dhaqaalaha ee Israa'il ama shaqaalaha Mareykanka. Weerarka Iran ee soo socda ayaa ahaa mowduuca ugu weyn ee laga wada hadlay telefoonka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo la yeeshay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu Khamiistii. Warbaahinta Mareykanka CNN ayaa warisay ilaa iyo jimcihii Mareykanka iyo Israa'il ma aysan garanayn goorta iyo sida Iran ay u qorsheysay inay uga argoosato Israa'il ay sidoo kale yidhi sarkaal sare oo Mareykanka wararka tooska ee Iran ay ku qaado Israa'il ayaa mid ka mid ah xaaladaha ugu xun ee maamulka Biden uu la kulmi karo maadaama ay damaanad qaadi doonto in si degdeg ah ay uga sii darto xaalada qalalaysa ee ka jirta Bariga Dhexe. Duqeymaha iyo weerarada Iran ayaa horseedi kara in dagaalka Israa'il iyo iska caabinta Falastiiniinta la ballaadhiyo oo uu noqdo colaad gobolka dhana, taas oo ah waxa Biden muddo dheer uu doonayay inuu ka fogaado. Waxaa sidoo kale warbaahinta Mareykanka ay sheegtay in rabitaan la'aanta Mareykanka inuu galo dagaalka dhana Iran ay kaliftay in Mareykanku ka fogaado inuu ka jawaabo weerarada duqeymaha oo la sheegay in diyaarada aysan cid wadin ee Iran ay fuliyaan oo lagu qaaday salig militari oo Mareykanku ku leeyahay inta u dhaxaysa Urdun iyo sidoo kale dalka Suuriya. Waxaana ay ahayd arrintii ugu horreysay oo walaac laga qabay inay dhalayso dagaal u dhexeeya Iran iyo Mareykanka tar iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza. Waxaana weerarada Israa'il ku qaaday safaaradda Iran ee magaalada Dimashq ay noqotay cabsida labaad ee soo baxday tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza sorta galmada isku dhac oo ballaaran oo gobolka ah. Talaadadii ku-xigeenka warfaafinta ee Pentagonka ayaa sheegay in qiimeynta Mareykanka ay tahay in Israa'il ay fulisay weerarkaasi cirka